السلام عليكم كل متابعي قناة الجزائر في إسبانيا أينما كنتم، تحية كبيرة لكم. اليوم كالعادة رجعت لكم في فيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو نتمنى منكم تصلوا على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق وأن تكلمت على الفئة الكبيرة اللي مقيمة في إسبانيا أو حتى اللي راهي مقيمة في أوروبا، لكن الناس هادو يحبوا يكون عندهم استقلال مادي، يحبوا يخدموا وحدهم، ما يحبوش يخدموا عند الناس. وطبعا هذه حرية شخصية وهذا اختيار شخصي، ومن حقه أي إنسان يشوف الحاجة اللي تخرج عليه أو الحاجة اللي تساعده. اليوم جبت لكم واحد الموضوع، والموضوع هذا بإذن الله راح تستفادوا منه بنسبة رهيبة ورهيبة جدا. الموضوع تاع اليوم خاص بالعمل عبر الانترنت. راح نقول لكم ماهوش ماركتينغ وماهوش الصوالح هذيك وماهوش الخدمة هذه، نحب نوضحها لكم خصوصا تتلائم مع الناس اللي يحبوا يخدموا عند رواحهم، سواء بنات او اولاد بدون استثناء، لا تفريق. يعني الخدمة هذه راهي صالحة للجنسين. لازم تعرفوا في بدء الامر ان العمل هذا راه فيه ارباح ومبالغ رهيبة ورهيبة جدا، وفيه ترقيات عديدة وعديدة جدا، وفيه هدايا ايضا قد تصل الى سيارات، قد تصل الى العديد والعديد من الهدايا طبعا، وفيه ترقية. ويعني الانسان كي يدخل للمجال هذا وبإذن الله وينجح، مش راح يقعد زعما يدور في بلاصة واحدة، لا راح يكون فيه، راح تكون هناك ترقيات وترقيات كبيرة وكبيرة جدا، حتى ان الانسان ما يقدرش يتوقعها. وصدقوني ان الربح من المشروع هذا راه موثوق وبنسبة 100%، وانا لو كان ما جاش موثوق وما كنتش متأكد منه اقسم لكم بالله ما نديرش عليه حلقة نهائيا. اول حاجة درك لازمني نعرف الشيء هذا اللي راح نحكي عليه. الموضوع تاع اليوم هو خاص بشركة أوريفلام. الشركة هذه طبعا هي شركة سويدية ومعروفة، وتأسست سنة 1967 على يد الأخوين جوناس وروبير جوشنيك. الشركة هذه هي خاصة بمواد التجميل فقط، بها ما نروحوش بعيد. وطبعا احنا نعرفوا ان مواد التجميل راهي تلقى تفاعل وتفاعل كبير من الناس، وهي كما ايضا كما الاكل وكما مواد التنظيف حاجة ما يقدروش الناس يستغناوا عليها تطلع في مدى الحياة. طبعا الاشياء هذه تقعد تخدم وتقعد مطلوبة، لهذا المشروع هذا راه ناجح نجاح مبهر. صدقوني راه ناجح نجاح مبهر ومبهر جدا، وانا راح نخلي لكم في اسفل الوصف تاع الفيديو هذا راح نخلي لكم الرابط تاع اللي تقدر تسجل منه في الشركة هذه اللي هي شركة أوريفلام. حقيقة الشركة هذه راهي فيها أرباح وأرباح مغرية ومغرية جدا، وهناك العديد من الناس ومن أخوتنا المغاربة أو من كل من كل من كل جنسيات الوطن العربي راهم يخدموا في الشركة هذه، وراهم يحققوا في أرباح وأرباح كبيرة جدا. الشركة هذه عندها أكثر من 60 فرع، وطبعا في الدول الأوروبية. والشركة هذه عندها مصداقية ومصداقية كبيرة وكبيرة جدا، والأرباح تاعك مستحيل 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 أنها تتغاضى عنها. كل شهر تدي الأرباح تاعك وتلحقك الحقوق تاعك وين رق قاعد، عن طريق طبعا الحساب تاعك، يعني يبعثوا لك الدراهم في الكونت تاعك. ايضا نحب نقول لكم حاجة اخرى، ان قادر في ظرف ماشي شهر، في ظرف 20 يوم الارباح تاعك تلحق حتى 20,000 يورو، بما يعادل 1000 يورو في كل يوم طبعا، وهذه حقيقة. وانا والله الصراحة تصدمت بعد ما تأكدت من المعلومات هذه بنسبة 100% صراحة، لان حقيقة من النوادر انك تلقى شركة فيها ارباح بالكم الهائل هذا.
صراحة، لأن نعرف ناس عندهم مشاريع كبيرة ويتاجروا وكلش وما شاء الله، ولكن ما يحققوش الأرباح اللي يقدر يحققها الإنسان في الشركة هذه، لأن الشركة هذه راهي شركة تقدر تقولوا، وفعلا ماشي نقدر نقولوا، هي شركة عالمية ما شاء الله. التسويق تاعها راهو سهل، والمنتجات تاعها أيضا، الحاجة المهمة اللي نحب نعرفها لكم، المنتجات تاعها راهي رائعة ورائعة جدا جدا، خصوصا في كل الأصناف، سواء لي بارفان او طبعا مزيل الروائح او لي جال هذوك بكل انواعهم، او هذوك المستحضرات تاع التجميل، كل شيء كل شيء فيها راهو ما شاء الله ما شاء الله. وايضا ما ننساوش حاجه نحب نفكركم فيها، ان كاينه فئه كبيره وكبيره جدا من بنات العالم يستخدموا غير المنتجات تاع شركة اوريفلام فقط، وما يستعرفوش بمنتجات شركة واحدة اخرى. لذا انا اليوم حبيت نشارك معكم الموضوع هذا باه تستفادوا وباه تعم الفائدة على الجميع. وكما قلت لكم ونذكركم، ان الرابط اللي تقدروا تسجلوا منه في الشركة هذه راح نخليه لكم في اسفل الوصف. ونتمنى ان شاء الله في هذا اليوم المبارك اللي هو يوم وقفة عرفة، تدعو اخوكم دعوة ان شاء الله من القلب، وان شاء الله تستفادوا في الفيديو هذا وتعم الفائدة على الجميع ان شاء الله. والان ما بقى لي غير نقول لكم الرجاء الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لكي يصلكم كل جديد، وبارطاجي الفيديو هذا وشاركوه مع اصحابكم حتى تعم الفائدة طبعا على الجميع ويستفادوا الناس كامل ان شاء الله. والان نقول لكم تهلاو في رواحكم والسلام عليكم.